إذن بدي عيد المشاهدين بعيد الاستقلال، وبدي أخبر أنه موقع جوجل حب يعيدنا على طريقته الخاصة مثل ما عم نشوف بالصورة. قدموا لنا الدبكة اللبنانية. قدت ميشا اللي عم بتسيطر على لبنان لأضرار مادية بالمزروعات بعدد من المناطق، خصوصا بسور، حيث حولت الساحات والملاعب لمستنقعات مياه، كما دمرت بعض أشجار الموز والحمضيات مثل ما عم نشوف بالصور قدامنا. بالعودة لطقس لبنان، الليلة متوقعين تنحصر الأمطار. الليلة عم نشهد تساقط للثلوج على ارتفاع 1700 متر. الحرارة ببيروت عم بتسجل 16 درجة، درجة بالأرز، 12 بترابلس، 9 درجات ببعلبك، 8 بزحلة، وصور 14 درجة. بكرة الطقس عم بيكون غائم جزئيا. بكرة متوقعين نشهد أمطار متفرقة وبعض الظهر وتساقط ثلوج على ارتفاع 1800 متر. بكرة 21 درجة ببيروت، 6 درجات بالأرز، 18 طرابلس، 14 زحلة، وصور 19 درجة. رياح لبكرة عم تكون جنوبية غربية، حال البحر مائش، حرارة المي 23 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تراوح بين 55% و90%. طقس الأيام اللي جاي على شكل التالي. لبكرة الأحد مثل ما قلنا الطقس عم بيكون غائم، أمطار متفرقة بعد الظهر. لنهار الاثنين 21 درجة، الطقس رح بيكون غائم، أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الجنوبية. لنهار الثلاثة 19 درجة، متوقعين المنخفض الجوي يرجع عن جديد، نشهد أمطار نهار الثلاثة وتستمر نهار الأربعاء، والحرارة لنهار الأربعاء على انخفاض ل 18 درجة. وهلأ بنبقى مع صورة اليوم. رح تتعب العواصف تجي وتروح، وناري باقية ما بتنطفي. هذا كان كل شيء بنشرتنا. عودة لعندك بسام ونيكول.